السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينة السور في يوليو الثالث بالجزائر نتكلم. وهذه المرة نتكلم على واش تدار الرئيس الفرنسي واش قال في الجزائر يامس. في الحق ماشي نزوخ عليكم، بصح انا كنت متوقع هذا السؤال. انا عارف بلي الفرنسيس يكذبوا، فرنسيس قتالين، فرنسيس يحوتوا خير الفايدة نتاعهم. كي دخلوا علينا في عام 1830 شو كانوا يحوسوا؟ حسوا يحطمونا ويسقلوا الجزائر، وحطمونا ويسقلوا الجزائر. هذا الطفيل هذا اللي يقولوا عن درت عيالو الفوق، قال ما نتأسفش كي احتلينا الجزائر، ما نتأسفش وما نطلبش العذر، ما نطلبش على خاطر الباسي نتاعنا نتاعهم نتاع النصارى يشتوه بكوراج، يعني تفهم الناس باللي فرنسا كي احتلت الجزائر احتلتها وما تطلبش إذر، كتلوفات 10 ملايين جزائري ما تطلبش الإذر، ما تطلبش. حرقوا ألاف فلاجات، حرقوهم حرق ما تطلبش الإذن. وجانا هذا اللي يقولوا هذا، يعني الناس اللي ما تفهمش الفرنسيس يقولوا هو انت عنسى كبارات، هذيك عيالو الفوق كبير عليه بواحد 30 عام. هذا على رانا نقولوا اش يقولوا. اذا قال ما اعتزلش، ما نطلبش السماح، وكذا احنا بكوراج نقولوا الماضي نتاعنا مليح. النصارى محسوب. شوفوا انتوما هذاك شوفوا انتوما هذاك كما تقول واحد المخلوق راه وين يعني ما عنده على يحشم. هذا الماكرو ما عنده على يحشم. أنا في الحق ما ندخلوش في السياسة الخارجية نتاع الرئيس تبون، ولكن كي يجي واحد كيما هذا يقولوا هذا الكلام وزد بزيادة لصق فينا، دار شو كانوا يحبوا الحركة، قالوا له لازم تدير لجنة مشتركة جزائرية فرنساوية تكتب التاريخ، والكثرة تكتب التاريخ ويورونا الحركة نتاعنا وين داوهم اللي ديسباري. هذا صار يحوس الماكرو، صار قرن
و32 سنة انتم تذبحوا وتقتلوا وكذا وما وظلوك دير لجنة مشتركة باش يشوفوا شكون اللي ظالم. هنا رأينا حتى الولاد الحركة صار خدمتوا فرنسا، والديكم خدموا فرنسا، وانتوما تتملعوا تبتعوا في فرنسا وتدمروا في الرئيس الفرنسي، تقولوا روح قول ندير لجنة مشتركة ونشوفوا شكون اللي ظالم. واش نقول لكم دروك؟ لازم ندخلوش السياسة تاع الرئيس. علاش قبلت عليهم هذه؟ علاش؟ علاش؟ من بعد 10 ملايين شهيد، 10 من عام 1830. يجيك الطفل كيما هذا يقول لك نديروا لجنة مشتركة. ياك درتوا لهم بنجامين سطورة هذاك اللي كتب التاريخ وحده مع النصارى. ياه واش نقول؟ لا جبنا واحد صدق صدق عفريت صدق يقول لفرنسا شكون هما الجزائريين. الجزائريين مش هادو اللي داروا هاك، مش الجزائريين اللي داروا هاك، لا لجنة مشتركة لا حبوبك أحلى. ياك انتوما الظالمين، ياك فرنسا هي الظالمة، فرنسا هي الخدعة، فرنسا هي الكريمينال، فرنسا هي كل شيء. ويجي للجزائر ويرفد نيفو ويقول ما نطلبش السماح، ما نطلبش كذا، ما نطلبش كذا، ني روبونتير ني كذا ني كذا. ان شاء الله يجي واحد في الجزائر يوري لهم شكون هما الجزائريين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.